أنا سأقوم بتيسير أعمالي هذه الجلسة. قبل أن نبدأ الأعمال، هناك بعض النواحي التنظيمية التي أود أن أطلعكم عليها، وهي تتعلق بالترجمة الفورية. كما قلنا صباح اليوم، هناك خدمات ترجمة الفورية باللغة الإنجليزية على القناة الأولى، الثانية الفرنسية، العربية الثالثة، والأسبانية الرابعة، والروسية الخامسة، والسادسة اللغة الصينية. ثانيا، فيما يتعلق بالوقت المحدد، تعلمون أننا سنجري المداولات لمدة 20 دقيقة أو أقل، وبالتالي أعتذر مقدما لكل المتحدثين الرئيسيين لكي تلتزم بالوقت المقترح. إذن أرجو أن تتعاونوا معي في الالتزام بالوقت المحدد بقدر الإمكان. السيدات والسادة، نحن نشرف بأن نقود ونيسر هذه الجلسة، وهذه المدونات تتعلق بحوكمة الإنترنت، ومما لا شك فيه أننا سنتحدث أيضا عن الحقوق الرقمية. وكما تعلمون أن هذه الحقوق قد أصبحت أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان في هذا العصر، وهي ما زالت تلعب دورا هاما في عملية الازدهار، وذلك في عالم يتزايد فيه الرقمنة. إذن من أجل الدفاع عن هذه الحقوق الخاصة بالرقمنة، فهذا يعتبر أحد التحديات التي نواجهها على المستوى العالمي، ولكن بدرجات متفاوتة. مما لا شك فيه أن هذا البعد الخاص بالرقمنة قد يجعلنا نمس حقوقنا في مجال الوصول إلى الإنترنت. نحن سنتناول هنا تلك التحديات وما هو الدور الذي ينبغي أن نلعبه من أجل الدفاع عن حقوقنا، ونحن سنركز في مداولنا على هذا الموضوع. أنا أتطلع هذه الجلسة لأن هناك عدد كبير من القادة في مجال الإنترنت والرقمنة، ومما لا شك فيه أنكم ستتحدثون عن الواقع الذي نمر به وكيف تتعاملون معه يوميا، وكيف يمكن أن نركز على موضوع حوكمة الإنترنت. وبما أن هناك جهود مبذولة على مستوى المنصات دعم حقوق الإنسان ورفاهية الشعوب في عصر التكنولوجيا والعولمة، فنحن نحاول أن نتناول هذه الجوانب بطريقة لصيقة، وسنركز على ما يمكن أن تسهم فيه مختلف الأطراف أصحاب المصلحة من أجل الدفاع عن الحقوق الرقمنة. وهذا ما أتطلع لأن أتناوله معكم، وأنا أود أن أقدم المتحدثين الرئيسيين، وهناك أيضا بعض المتحدثين الذين سينضموا إلينا عبر الإنترنت. إذن أرحب بصاحبة السعادة السيدة كارلين سينتن، رئيسة وزيرة من نمسا، والسيدة مونيكا، وزيرة المعلومات والبث من زيمبابوي، والسيد فينسنت سيرف، وهو المسؤول عن الأنشطة الإنجليزية. نحن نسعد بأن تنضم إلينا اليوم. شكرا لتشريفنا بالحضور. والسيد أمتو سنجل، نحن نرحب بكم أيضا، وأنت المبعوث أمم المتحدة عن التكنولوجيا، ونحن نرحب بصاحب النيافة لوسيو أدريان رويس، الأمين والمسؤول عن دائرة الاتصال بالكرسي البابوي،
وأيضا السيد توكو ميا مسؤول عن الاتصال من سويسرا، السيد بنجامين بروكرن المدير العام للسياسات الرقمنة بوزارة النقل، والسيد فيكتور ماكارون المبعوث الخاص لشؤون الرقمنة، وأيضا نرحب بدكتور أليسون جولورد وهو المدير التنفيذي للبحوث وتكنولوجيا المعلومات من إفريقيا، وأيضا نرحب أيضا بالسيد إيجيني جاديوني وهو أستاذ مساعد بجامعة ويتسواتسترلاند، ونرحب أيضا بالسيد تيودروس بسرات المدير التنفيذي في شبكة أفريكا ناندا، وأيضا السيدة آيرين كان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير والرأي، ونسعد أيضا بالترحيب بالسيدة مازوبا هاينما مديرة حقوق الإنسان من أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، ونرحب أيضا بالسيد أدريانا رويز، ونرحب أيضا بالسيد فورتين ميا المفوض عن حقوق الإنسان. إذن يشرفني أن ينضم إلي هذا الجمع الموقر. مهمتي ليست سهلة، وهي تيسير المداخلات يقدمها محاضرون من هذا الكم الهائل من الشخصيات، وألتمس منكم حضرة سيدات والسادة أن تجيبوا باقتضاب على الأسئلة التي سيتم طرحها عندما نعطيهم الكلمة، وإذا تجاوزتم الوقت المحدد فما سأقوم به هو أنني سأطلب الانتقال إلى المحاضر الموالي، وعندنا صديق سيساعدنا على احترام الوقت عبر رفع بطائق تحمل المدة، ونشكر برايان ونمضي قدما في هذه الجلسة ونبدأ بالأسئلة ونبدأ بالبيانات بالنظر إلى أهميتها في حياتنا اليومية، وسنبدأ بالمحاضرين وسأعطي الكلمة سيد تشير، و أسأل في هذه الحقبة التي أصبحت فيها البيانات أداة مستعملة في جميع القطاعات من أجل التقدم والمضي قدما، هل من الواقعي أن ندافع ونرافع حتى نمتلك نحن كمستخدمين وكالات، وهل تمت تحديات متصلة؟ الكلمة إذن لأسيد سوف. نعم، ولكن يجب أن نوسع النقاش. البيانات مهمة للصفقات والعمليات في العالم الرقمي وعبر الإنترنت. الشفافية ضرورية ومرغوب فيها، وذلك من أجل وذلك ليفهم ما هي البيانات التي يحتاجها، كيف يمكن استعمالها، وكيف يمكن تجنبها، وينبغي أن يمتلك القدرة على إصلاح وتصحيح البيانات غير الصحيحة، وأصحاب البيانات أو الذين يعالجونها ينبغي أن يوفروا للمستخدمين سبل حماية بياناتهم، وهناك بيانات ينبغي توفير مراقبة أفضل في خصوص الوصول إليها. كنت أسمع نفسي وأنا أتكلم ولذلك أزيد السماعات. إذن قلت هنالك بيانات تقتضي أمنا أكبر من قبيل البيانات المصرفية والمالية والصحية والأمنية وغيرها، وتحتاج مستويات حماية متباينة، وهنالك تحديات أخرى متصلة بإمكانية اقتحام هذه البيانات، ولذلك ينبغي أن نحميها ونوفر
المرونة والقابلية للصمود، ونحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي لبلوغ هذه الأهداف. وأكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. تقول الميسرة وتعطي الكلمة للدكتور أليسون جيلورد حتى تجيب على السؤال نفسها. الكلمة لأليسون جيلورد. الصوت ضعيف لحد الساعة ويتعذر معه الترجمة. الآن سنحاول. فيما يخص التنظيمات والتشريعات التي تخضع لها البيانات، تم بعض الأضرار، وأعتقد أن الأمر يتعلق برؤية السياسات التنظيمية. لا نرى النتائج بوضوح. الغاية هي حماية البيانات بشكل معين، ولا سيما البيانات الشخصية وحماية الخصوصية المتصلة بالبيانات، وكذلك حرية التعبير. جائحة فيروس كوفيد-19 جعلتنا نتجاوز هذه المفاهيم ذات الصلة بالخصوصية، وهذا أمر ينبغي أن نتعامل معه عبر تشريعات أوسع ومقاربات أشمل ذات صلة بالحوكمة من أجل خدمة المصالح المشتركة. وبطبيعة الحال ينبغي حماية الخصوصية الفردية، وما نحتاج إليه هو تجاوز الجوانب السلبية في التنظيمات، ويتعين علينا أن نفكر كذلك في أشكال التمييز الإيجابية حتى نتمكن من ضمان تمتع الجميع بحقوقهم كثيرة. وقد توقف الصوت عها وقد عاد. فيما يخص موضوع البيانات والإنصاف فيها، تم عدم توازن في السلطة بين الفاعلين في الشمال الشامل وفي الجنوب الشامل، وتم أيضا المصالح الوطنية التي تؤدي أحيانا إلى عدم التفكير في السيادة الشخصية أو الفردية. الأوضاع القصوى هي تلك ذات الصلة بتعليق الإنترنت ومنع الوصول إليه في بعض الأحيان، وهذا الأمر يجب أن نحرص على تجنبه وتفاديه. عندما نطلب تمكين المستخدمين من سلطات أفزع، فينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار القيمة التي تنتج، وليس هذا ما تقوله الحكومات أو تدعي عندما تقول أنه من غير الممكن أن أفرض ضرائب على الشركات التي لا تمتلك مقرات في هذه البلدان. وثمة شبكات عديدة تربط بين المواطنين والدول، ومن الصعب العمل على هذه النقطة بحكم غياب الثقة وفقدان الثقة في أوساط الفاعلين. ثمة أيضا أهمية المؤسسات الإقليمية. الاتحاد الأوروبي أكد أن وجود هيئة تتعامل مع الفاعلين الكبار وتفحص ما يحدث في الدول أمرا بالغ الأهمية من أجل حماية المواطنين والمستخدمين. الآن تتحدث السيد بيسرات. سأتحدث باقتضاب عن التحديات. عندنا مجموعة من التحديات ذات الصلة بالتكنولوجيات والتفاوتات ذات الصلة بها،
ينبغي أن نشير في هذا الباب إلى وجود تشريعات صارمة وأيضا نوع من الرقابة الصارمة أو المفرطة، وثمة أيضا المشاكل ذات الصلة بخصوصية البيانات. شكرا، الكلمة الآن لسيد توماس سنايدر. يتحدث توماس سنايدر. مساء الخير. نعلم جميعا أن البيانات يمكن استخدامها في العديد من الأمور الإيجابية، وأن من شأنها أن تحسن حياة المستخدمين والمواطنين اجتماعيا واقتصاديا، ولكن يمكن أن تستخدمها بشكل سيء. أول سؤاليا ذاته هو: من يراقب البيانات؟ من يتحكم في بياناتي وفي بيانات شركاتي؟ هل الأشخاص أم الشركات هم الذين يراقبون ويتحكمون في بياناتهم؟ هم من ينبغي أن يتخذوا قرار تقاسمها وأغراض هذا التقاسم، وكذلك الجوانب ذات الصلة بإحداث الثروات من البيانات. هذا الأمر لا يجب أن يكون متروكاً للشركات الكبرى. وفي سويسرا حاولنا أن نحلل ما الذي ينبغي أن نضمنه لتعزيز الثقة عند تقاسم البيانات، والعنصر الأول هو الثقة فيما يخص حفظ هذه البيانات وأرشفتها. نتحدث عن هذه الفضاءات والفاعلين وأصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال الحوكمة لهم أهمية، ويتعين علينا أن نحدث فضاءات دولية لنخوض في هذه المواضيع ونفكر فيها. ونحتاج كذلك إلى مؤسسات عالمية يمكنها أن تحدد المبادئ الأساسية لإدارة البيانات وحوكمتها بالنظر إلى أهمية هذه المسألة. الكلمة الآن للسيد باسنيان. وشكرت المتحدث وأعطت الكلمة للسيد سينغ جيل. أريد أن أشير إلى بعض النقاط الأساسية بخصوص هذا الموضوع. يتعين علينا أن نخرج من مقاربة حماية البيانات لبلوغ مرحلة تمكين المواطنين، حتى يستطيع المواطنون اختيار كيف يمكن استخدام بياناتهم، ويستطيعون تقاسم المزايا الناجمة عن استخدام هذه البيانات. ذلك الأمين العام للأمم المتحدة طالب بتعزيز مكانة المواطنين وشعوبها الجد. أما الموضوع الثاني للصلة بالبيانات فهو متصل بفقر البيانات. هنالك بعض الأماكن من العالم التي لا تقوم فيها المجتمعات المحلية بإحداث بياناتها، وهذه البيانات مهمة من أجل حل مشاكل هذه المجتمعات في سياقها المحلي. ولذلك يجب أن نعمل جميعا حتى يتمكن الجميع من المشاركة في اقتصاد البيانات. وكما ذكر ذلك السيد فينت، نحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة البيانات، فتمت بيانات شخصية ومالية وغيرها ذات أهمية أكثر من غيرها، وهذا أمر مفهوم في بلد على غرار الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أن الأمر يتعلق بحق دستوري، وتمت أيضا إطار قانوني، وهذا الأمر أيضا ذات أهمية في أوروبية، ويتعين حفظ وحماية البيانات الشخصية ذات المستويات المختلفة. ونحتاج إلى منصة دولية من أجل موائمة المعايير في هذا المجالات. الميسرة تشكر المتحدث وتعطي الكلمة الآن للسيدة توكو ميا، مؤسسة شركة توكو الناشئة أوسايدا. فهمتم مساء حضرات السيدات والسادة، وشكرا. اسمي توكو، وفيما يخص حوكمة البيانات الرقمية وحمايتها في إفريقيا ولا سيما في جنوب إفريقيا حيث أعيش وأعمل، من المهم أن نشير إلى أنه ثمة
اتفاقيات وأن ثمة محاولات لوضع سياسات خاصة بحوكمة البيانات، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ تدابير ملائمة لتنفيذ هذه المبادئ. نتحدث هنا عن الاتفاقية الأفريقية للأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وكذلك اتفاقية ملاوى أو قانون الأمن السيبراني الجنوب إفريقي التي أدت إلى اعتماد قانون آخر، ولكن هذه المعايير لم يتم بعد تملكها ولا تنفيذها على وجه كامل. فيما يخص السياسات ولا سيما ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، من المهم توفير هذه التشريعات ولكن ألا تبقى حبرا على ورق، وأن يتم تطبيقها من قبل الدول الأطراف. شكرا. تقول الميسرة على جوابكم على هذا السؤال، لا شك أن التعاون بالغ الأهمية في هذا الشأن، وأن علينا بدء المفاوضات التي من شأنها أن تساعدنا على حل المشاكل ذات الصلة بالممارسات السيئة وغيرها من المشاكل، ونحتاج إلى آلية مشتركة لتسوية هذه المشاكل بطريقة مشتركة، علما أنه في بعض الأحيان يصعب بلوغ اتفاقات دولية. فأريد أن نفكر في إطار دولي حول الحقوق الرقمية، كيف يمكن أن يكون هذا الإطار إذا كنتم توافقون على ضرورة إحداثه؟ أعطي الكلمة في البداية للسيد فان سيرف. تفضل سيدي. الكلمة أخذها السيد سيرف. سأنزع السماعات. لماذا لا نبدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن ننقل مبادئه إلى الفضاء الرقمي؟ ثم ينبغي وضع قواعد بشأن الشفافية الخاصة بتخزين البيانات وجمعها واستخدامها، ويتعين أيضا إحداث وتوفير أدوات فنية خاصة بالنفاذ إلى هذه البيانات واستخدامها، ثم بعد ذلك قواعد من أجل حماية البيانات عبر تقنيات ملائمة تشمل مراقبة النفاذ والوصول. هذه هي الخطوات الأولى. تشكر الميسرة المتحدث، وتعطي الكلمة للمتحدث الموالي. عفوا، نعمتم مساء. أنا شخصيا محامية وسأحاول أن أجيب على سؤالك بجملة مهمة بالنسبة للمحامين. أنا متفقة تمام الاتفاق مع ما قاله السيد بنت عند قال أن علينا أن نبدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو حتى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لقد اشتغلت حول هذه المواضيع خلال السنوات الأخيرة، وأؤكد أن وجود أن مبادئ حقوق الإنسان واضحة وأن تم تعيئات لها العديد من الدلائل في هذا الشأن، وأن هذه الحقوق ينبغي تطبيقها ليس فقط في العالم المادي ولكن أيضا عبر الإنترنت وفي العالم الرقمي. وينبغي أيضا أن نفكر في طريقة احترام هذه الحقوق وضمان الامتثال لها في الحقبة الرقمية، وينبغي علينا أن نبحث عن حلول. نتحدث مثلا عن حرية التعبير وحرية الرأي، ولكن أيضا عن الانترنت بشكل أشمل، وينبغي لنا أن نبحث عن توازن معقول بين حقوق الإنسان وهذا بالغ الأهم عندما نأخذ بعين الاعتبار ما يحدث عبر الإنترنت. ويمكنني أن أتحدث لاحقا في هذا الشأن بأن الوقت انتهى. شكرا. Thank you very much. Well, of course, all I can do is reiterate what has been said, that it is well recognized now that rights offline also apply
online. And as such, the International Human Rights Framework, in my view, is the common ground on which to build. الإنسان له أرضية مشتركة يمكن أن نبني عليها أسساً للحقوق الرقمية وبالطبع للبلدان لكي تستأنف حقوقها ومبادئها. لذلك لدينا بعض الإرشادات التوجيهية من الأمم المتحدة، فالتحدي يتعلق بالتنفيذ وهو ما يجب أن تنظر فيه البلدان لوضع أطر أو أنظمة أو لوائح تنظيمية ذكية، ويجب أن يكون هناك حرية فيما بعض الإرشادات الخاصة بحرية التعبير والأمان وعدم التمييز، ولكن ضمن حقوق إطار حقوق الإنسان والأهداف المشروعة توفر أرضية وأسساً لوضع قيود، وإلى أنها في نفس الوقت تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وهو أمر وهو الإطار الذي يمكن أن يدفعنا نحو التقدم إلى الأمام. شكراً جزيلاً، شكراً لإعطائي الفرصة لتكرار ما ذكرته السيدة للتو فيما يتعلق بالخصوصية، وكذلك الثاني هو ثلاث أو أربع نقاط سريعة. أولاً هو أن هناك انحراف من عن آراء ووجهات نظر حقوق الإنسان التي يجب أن ننفذها في المجالات الرقمية للإجابة على الأسئلة مباشرة، وربما نحن لا نتجه نحو إطار عمل ملزم، ولكن يجب أن نركز على المبادئ التي يتم التأكيد عليها. ثانياً هناك الأدوات التي للقيام بذلك، أولاً إطار العمل لتحقيق هذا الطموح في مكون العالمي للعالمي، وثم بعد ذلك الأمم المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يدعمنا في تنفيذ جدول الأعمال الرقمي. ثالثاً إن الاتحاد الأوروبي لديه معرفة كبيرة ويدعم الإعلان الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وهو كذلك لا يعمل فقط على تنفيذ الاستراتيجية ولكن أيضا التعاون والمشاركة وبناء القدرات من خلال إطار العمل ووضع المبادئ العالمية للتكنولوجيا الشاملة للجميع. رابعا أننا ليس يجب أن يكون هناك نهجا يعتمد على الأطراف المنخرطة، وهو أمر مهم مهم، ولا يمكن أن نناقش المجتمع المدني وحقوق الإنسان دون المجتمع المدني وهو أحد المناصرين الأساسيين لنا. شكرا جزيلا، شكرا للسيدة بونيكا، وسوف نضيف. شكرا جزيلا للسيدة الميسرة، وأود أن أحيي السادة المتحدثين المشاركين معي، وشكرا كذلك لدعوتنا وكذلك لوزير زيمبابوي ووزير المعلومات. من الواضح أنه مما ذكر أنه من المهم كبلد أننا نعمل مع النقطة، مع أن نتواكب مع الثورة الرابعة للصناعية، وكذلك يجب أن نتبنى منهجا للرقمنة. والسؤال هو كيف، ما هو الإطار الخاص بالمعايير العالمية للحقوق الرقمية؟ نعم، إنني أتفق، هناك العديد من المناقشات حول العديد من السياسات، ولكن بالنسبة للمنتدى الحوكمة الإنترنت مثل هنا في الاتحاد الأوروبي وفي أماكن أخرى، فإنه نتيجة للحقوق الرقمية فإنهما يمثلان ثقلا على هذا الأمر. إذن فإن المناقشات السائدة في العديد من المنصات تتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والهيكل الهندسي للإنترنت، وكذلك حماية البيانات والحقوق الرقمية والتجارة الرقمية كما ذكرنا، وهذا على سبيل المثال للحصر، وهذا ما يوفرنا لنا كذلك بعض البيانات، والمجتمع المدني له حاجة مهمة في هذا المجال.
هنا إلا أن هناك حاجة كذلك إلى توافق شامل للقاعدة وبعض الأعمال المضاعفة وبعض اللاعبين الآخرين في هذا المجال. شكرا جزيلا. أود أن أشكر أثيوبيا لاستضافة هذه الفعالية هنا، وأعتقد أنه من المهم أن نعقد هذه المناقشة وكذلك أن نعمل على إدماج الجنوب في العالم بأكمله، لأنه أصبح لهم أكثر أهمية حينما يتعلق الأمر بخصوصية البيانات والحصول على البيانات وكذلك حقوق البيانات. أنه كذلك فنقطة أساس كما ذكرت، فإن الاتحاد الأوروبي قد أصدر لتوه بيانا حول الحقوق الرقمية الأوروبية والمبادئ ذات الصلة، وهنا أن نركز على 6 جوانب ومنها تحول البيانات، وهي هذا هو السؤال الأول. هناك كذلك حرية الخيار أونلاين والمشاركة و المساحة الفضاء الرقمية العامة وتعزيز المشاركة في المساحة الرقمية العامة وزيادة إجراءات الأمان والأمن وتمكين الأطراف وتعزيز استدامة المستقبل الرقمي. هذا هو ما يأتي على المستوى الاتحاد الأوروبي بشكل ملموس. ربما ننظر قليلا في بعض الجوانب الثلاث الأخرى ونأخذها في الاعتبار. أولا على الأقل الحق في الحصول على الإنت أو الوصول إلى الإنترنت كأحد المؤسسات العامة الرئيسية مثل في المدارس على سبيل المثال. ثانيا شفافية، الحق في الحصول على شفافية لما يتعلق باستخدام البيانات. وثالثا بعد ذلك شفافية اللوغاريتمات. شكرا جزيلا. وشكرا. الآن لدينا منظور الأمم المتحدة. شكرا جزيلا. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة تطوير العجلة. نحن في لدينا معايير حقوق الإنسان والاتفاقات الجوهرية ولا سيما المجالات المتخصصة والمدافعون عن حقوق والمدافعين عن حقوق الإنسان. إذن فالتحدي هو كيفية تطبيقها، وكذلك فإنهم بالطبع فإن الأمر قد يكون به التباس نتيجة فيما يخص حقوق الرقمية وحقوق الإنسان الرقمية. فكل الأمر يتعلق بالدول والجهات من غير الفاعلة من غير الدول. أن اليوم فالدور فالقطاع الخاص يجب أن يلعب دورا مهما في هذا الصدد. نحن بحاجة إلى تعزيز المساءلة لقطاع الخاص فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان، كما يجب أن نركز على مجالات بعينها. على سبيل المثال فإن هناك دورا حيوان تلعبه الأمم المتحدة الإنترنت والأدوات الرقمية والمنصات في الفضاء المدني. كذلك فإننا يجب أن ندافع عن هذا. هناك كذلك التكنولوجيا الناشئة مثل الميتافيرس والتحديات الجديدة للتطبيقات وتعزيزها وحماية حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى أن نقف أن نكون استعداد لمواجهة هذا التحدي. شكرا. كل تغيير نشهده هذا اليوم يدور حول الفضاءات التي نعمل عليها، وأنني أقول أن هذا هو الفضاء الذي يتحول. فإن لم نعمل على تحديد وإعادة ترتيب أولوياتنا وقضايا الحقوق في مقابل هذه الفضاءات المتحولة، فهذا يجب أن يضيف دفعة إلى الأمام للجدل الدائر بأكمله. نعم. والآن دعونا أن نتطرق إلى عنصر هام يخص هذا النقاش، وهو اللوغاريتمات، والذي يمكننا من إعادة التفكير حول البيانات والمعلومات. فهناك كان هناك بعض المبادرات التي ابتعدت عن الشفافية اللوغاريتمات مثل الثقة، وإذا كانت هي جديرة بالثقة وكيفية تعزيز هذه المبادرات والإقرار بالحقوق الرقمية في مجال الـ AI. أعطي الكلمة الآن لدكتور أليسون جيلولد. شكرا جزيلا لإعطائي الكلمة. أود أن أعود إلى ما يخص حقوق الرقمية. برجاء
التحدث بالقرب من الميكروفون. أود أن أعود إلى نقطة الحقوق الرقمية. كما ذكرت وتحدثنا وخاصة ولا سيما الإعلان الخاص بحقوق الرقمية الذي ذكر، وأود هنا أن أشير إلى وثيقة مهمة خاصة التي تركز على إدارة الأضرار وجوانب الحقوق، كما أنها كذلك موضوعة في سياق يركز على الإنسان. هو التركيز على حقوق الإنسان هو محتوى هذه الوثيقة، وكذلك يجب أن نركز على اللوغاريتمات والحوكمة من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة. فيما يخص المسائل وضع تصميم لأخلاقيات العمل على الإنترنت وأطر حقوق الإنسان التي لا تسمح لنا بمواصلة حوكمة اللوغاريتمات فيما يخص الافتراضات حول النقطة التي يجب أن نقوم بها أمامنا. والآن كما تعرفون فإن الحقوق الأوفلاين لا غير موجودة على الإطلاق، وبينما نتوقع أن يكون هناك حقوقاً أونلاين إلا أن الأوفلاين غير موجودة، وهذا يشمل سيادة القانون وتنفيذه أمر صعب للغاية. فإذا مواصلة هذا الأمر رغم هذا يجب أن يكون هناك إطار عملي حقيقي واقعي وإطار لحقوق الإنسان دون إقصاء، وأنه هناك كذلك عدم تمثيل كامل للأشخاص في تلك اللوغاريتمان، ويجب أن يكون هناك تمثيل كامل دون تمييز. شكرا جزيلا، أعطي الكلمة للسيدة شيفاني. مما لا شك فيه أن الـ AI تلعب دورا هاما في هذا المجال، ويجب أن نرى كيف نجعل الـ AI جديرة بالثقة في إطار حقوق الإنسان. هناك كلمتان مهمتان وهي الثقة وجدير بالثقة والشفافية من أجل القبول والمواصلة. فأننا يجب كي نتمكن من تحقيق جدول أعمال 2030 أو بالنسبة للآي أو الذكاء الاصطناعي، علينا ربما فيما يجب تطبيقه في مجال الطب والزراعة أو ما يجب أن نفعله. لابد من مواصلة الإشراف على حقوق الإنسان والبشر، وهذا أمر مهم، واللوغاريتمات لا ينبغي أن تدار من جانبنا هؤلاء الذين ليسوا في السلطة. لكن وأكرر مرة أخرى، لابد من التأكيد على الشفافية. من ناحية أخرى، لابد من وضع تدابير في شكل معايير وكذلك لشهادات لمنتجات الذكاء الاصطناعي. إذن فالتحدي هو تنفيذ المبادئ، وهناك توصيات بالفعل، ويجب أن نفكر في التوصيات، ولكن الأمر يعود إلينا في تنفيذها لكي نجعل الذكاء الاصطناعي كثير بالثقة. شكرا لما عليك. أود أن أؤكد إذا السيدة مسومة هي معنا هنا، إذا كانت هنا فيسعدني جدا أن تأخذ الكلمة وتنضم إلينا. السيدة مزوبة، نعم أنا هنا معكم، وأعتذر عن الانضمام المتأخر، هذا كان ليس بمقدوري. وهنا فيما يتقر ما يخص أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، فأنني أدير فريقا يعمل في هذه المناطق. قد أنني تأثرت بما ذكروا بعض المتحدثين، وسأعطيكم فكرة عامة عن هذا السؤال. أننا نعتقد تماما أن البعض يفتقد إلى شفافية والسيطرة وكيفية جمع البيانات واستخدامها، وهذه هي الفكرة الأساسية بالنسبة لنا ضمن التفكير في أمور أخرى. فيما يخص الشفافية، فإن يجب أن نفكر في أن نجعل هذه القرارات قابلة للتفسير وللتطبيق، واختار الأشخاص حول ضوابط المراقبة.
وأننا نعمل على إرسال تدابير لتعزيز وزيادة الشفافية واستكشاف، وكذلك على مستوى النظام والتوثيق، وكذلك أن يكون هناك بطاقات مصنوعة من الذكاء الاصطناعي وغير ذلك. يمكن أتحدث كثير حول هذا الأمر مع مواصلة المناقشة، ولكن يبدو أن الوقت محدودا بالنسبة لي. شكرا جزيلا، والآن ننتقل إلى السيد توماس نايدر. نعم، شكرا جزيلا. حينما نتحدث عن الشفافية وكذلك شرح اللوغاريتمات، لا يجب أن نغفل البرامج التي بعض الخبراء الذين في الواقع وضعوا برامج اللوغاريتمات. لدينا موقف مختلف هنا، ولكن مختلف هنا أننا هنا بالنسبة لي أننا لا نخلق الثقة حتى وإن لم يكن هناك أمر نتفهمه بالصبر. هناك أقاليط من التدابير لابد من تطبيقها، أحدها هي المعايير التقنية، ثم بعد ذلك التوجيهات المنظمة ذاتيا حتى من مجال الصناعي نفسه أو مجال البزنس نفسه. هناك كذلك بعض أطر العمل التنظيمية لتنظيم سوق الخدمات، وهو أحد العناصر التي يمكن أن تساعدنا. مجلس أوروبا من ناحية أخرى، وهو ممثل تماماً للاتحاد الأوروبي، الذين لا يعرفون هذا، هو منظمة دولية تضم 46 دولة عضو، قد قرر مناقشة اتفاق ملزم بشأن الذكاء الاصطناعي يعتمد على المبادئ لجعل كي يكون هناك رابط بين إعلان حقوق الإنسان والاتفاقية والتطبيق. أنني هنا حاليا رئيس هذه اللجنة، وربما نحاول أن نضع بعض الأطر والمعايير، فإننا يجب أن نعمل على استحداث المبادئ وتنظيمها. وإذا كان هناك قرار قد يتخذ بشأن الذكاء الاصطناعي فلا بد وأن ننفذه. وأعتقد أننا سوف يكون هناك جلسة في هذا المساء في حوالي الساعة 5:30 حول هذه المسألة كما أعتقد. شكرا جزيلا على هذه المعلومات التي تم تقاسمها، وأن يتركز على الإرادة والتصميم بالطبع. والآن أعطي الكلمة للسيد فان سيرت لكي يبدي ملاحظاته حول هذا الأمر. شكرا جزيلا على إعطائي الفرصة للإجابة على هذا السؤال، وسوف أبدأ ببعض بالإشارة إلى ما ليس بالضرورة يكون هو التعلم المميكن أو الذكاء الاصطناعي أولاً. ثانياً بالنسبة للتعلم المميكن، فإن هناك نوعاً من التكرار. إذن فمصدر المواد هو لابد وهو أحد العوامل المحددة أو أحد المصادر المحددة لكي لا يكون هناك تحيز. ويجب أن نفرق بين النتائج المتحيزة والنتائج غير المتحيزة أو النتائج التي تظهر هذا النوع من التحيز. وكذلك أننا يجب أننا بحاجة إلى الحالات التي تعمل على اختبار التحيز، وأن نتأكد من هذا. الشفافية كما ذكرت هو أمر صعب للغاية. اللوغاريتم هي مجرد كوكبة من القيم المتغيرة، وكذلك من الشبكة العصبية ذات الطبقات المتعددة، وهذا أمر يحتاج إلى شرح. وفي النهاية فإنني أتساءل إذا كان هناك تحيز في اللوغاريتمات يمكن كشفه مبكرا تبعا للأسس التحليل التي وضعناها. فإذا ما نجحنا في هذا فإنه من المرغوب فيه أن نرى أن هناك أن نرى أننا نتمكن من الكشف عن أية تحيز أو أي تحوز في التحليل.
ثم بعد لا يمكن أن نعطي تدريبا على اللوغاريتمات دون هذه الأمور. شكرا جزيلا وأعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا. وبهذا أعطي الكلمة. نعم. أننا بحاجة أنني أتعاون مع ما ذكر، أنني أرى المسألة من منظور ثقافي، وأعتقد أن المسألة أصبحت أكثر عمقا مما الذكاء العام هو الذكاء الاصطناعي. حينما نفهم ما يأتي إلينا من الواقع الرقمي مثل الجانب التقني والخاص بالأدوات، فمن المحتمل أن نفهم كل شيء وما تنطوي عليه الثقافة الرقمية. هذا ليس عهد تقني بل عهد رقمي، فإن ما وضعنا في الاعتبار الجانب الخاص بالأدوات أو التنظيمي، فإن ولا في الواقع لنا ونحن لا نهتم ولا نفهم ما ينطوي عليه من الجانب الأساسي هو التثقيف والتعليم لكي نفهم الثقافة الرقمية. وأنني أقول أنها أمر يتسم بالمعرفة وأن نفهمه، فإذا كانت لدينا القدرة على تدريس المستخدمين ثقافة الرقمية فيمكن أن نطالب بالشفافية بشكل طبيعي، وهؤلاء الذين يصدرونها يمكن أن ينظموا أو يقدموا الخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف. هل هناك وسائل أخرى من أجل تمكين الفئات المهمشة والدفاع عن حقوقهم الرقمية؟ إلى ماذا وصلنا إليه في تحقيق هذه الغاية؟ أعتقد أن هذا النهج متبع ومطبق في الاتحاد الأفريقي، في الاتحاد الأوروبي، حيث أننا نسعى للدفاع عن الطبقات المهمشة، وينبغي أن يكون هناك فهم سليم لهذه التكنولوجيا. على سبيل المثال أستطيع أن أقول أننا يمكن أن ندربهم على البيانات السليمة والتكنولوجيا الملائمة وكل ما يتعلق باللوغاريتمات، مما لا شك فيه أن البيانات ينبغي أن توضع في إطارها السليم، وأيضا وضع البرمجيات ذات الصلة. لا نستطيع أن نفكر فقط في النموذج، ولكن أيضا في نهج طويل الأمد، لأن هذه التكنولوجيا وهذه الحوكمة ينبغي أن تسترتج بالمبادئ الإرشادية والسقوق الموحدة القانونية. ونحن نحتاج أيضا لأن نضع في الاعتبار أن هذه النظم تطبق في قطاع بعينه مثل قطاع الصحة، مما لا شك فيه أن مسائل متعلقة بالحوكمة مهمة للغاية. ينبغي أن نعرف كيف نحافظ على خصوصية المريض وسرية المعلومات الخاصة به. شكرا جزيلا. السيد جينيو لكم الكلمة. شكرا جزيلا. أنا أنتمي إلى جيل غير متمكن من الرقمنة، ولكن الآن تغير الأمر وجميعا أصبحنا متواصلين عبر الإنترنت. أهم شيء أن نعرف كيف يمكن أن نحمي تلك الفئات المهمشة، ولكن هناك بعض المخاطر، لأن إذا ما طبقنا المعايير التقليدية فإننا يمكن ألا نحافظ على حقوق الفئات الصغيرة أو المهمشة. إذن مما لا شك فيه أن التنوع يمكن أن يثري هذا النقاش، وأيضا أهم شيء هو أن نركز على حقوق دول الجنوب، وهذا يمكن لأنه قد تكون هناك أغلبية التي تتحول إلى أقلية والعكس صحيح.
إذن ينبغي أن نركز على كل ما قامت به القوى الاستعمارية التي قامت بكسر شوكة الأغلبية في بعض البلدان. إذن نعلم تماما أهمية الرقمنة بالنسبة للاقتصاد الإفريقي، مما لا شك فيه أن هناك تدفق في المعلومات هام للغاية لتنمية الاقتصاد. إن الإنترنت الآن تلعب دورا هاما في المجال السياسي والاقتصادي إلى آخره، وتتضمن كثير من الأمكانيات التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار. شكرا السيد تيدروس، لكم الكلمة. شكرا جزيلا. أهم شيء هو أن ندعم حقوق الطبقات المهمشة، ولا سيما حقوقهم الرقمية، وأن نحترم أيضا حقوق تلك الفئات، ونركز على القطاع الخاص ودوره، وندعو لنشر البيانات والمعلومات، وندعو أيضا لحرية الإنترنت. السيدة كارولينا، لك الكلمة. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالفئات المهمشة، أعتقد أن هناك إمكانات متوفرة لديهم، ويمكن أن نمكن المجموعات المهمشة في مجال الإنترنت دون أن يكون هناك تمييز ضدهم، أو تمييز على أساس العرق أو الدين أو الناحية الاجتماعية أو الخلفية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن هذا من شأنه أن يدعم المساواة الاقتصادية. علينا أن نتابع عن كثب حقوق الفئات المهمشة، ونتابع أيضا كل ما يتعلق بالمعلومات المغلوطة. وأنا أتيت مؤخرا من أوكرانيا، ورأيت بأعيني كيف أن بعض المعلومات المنشورة في الإنترنت يمكن أن تؤثر على مسار حرب ما. وإنني أود أن أشير إلى العنف الذي تتعرض له المرأة عبر الإنترنت، وأقول لكم أن منصات التواصل الاجتماعي ينبغي أيضا أن تضع في الاعتبار حقوق المرأة، وتضع حدا للعنف الذي تتعرض له المرأة. أنا لاحظت هذا في النمسا من حيث آتي، لأن إذا كان هناك أي عنف ضد امرأة ما، فينبغي أن يتم حذف هذا العنف وهذه التهديدات خلال 7 أيام من ظهورها على شبكة الإنترنت. شكرا جزيلا. السيد فيكتور ماكارون، أود أن أكمل ما قيل من قبل، وأود أن أشير أن الحقوق الرقمية هي مثل حقوق الإنسان. إن سيادة القانون وحرية التعبير ينبغي أن يتم تأكيدها. إن الجماعات المهمشة ينبغي أن تعطى فرصة أخذ الكلمة. هناك ضرورة أو التزام على الدول أن توفر حرية التعبير بالنسبة للفئات المهمشة. إن الدولة عليها أن تحمي الأشخاص من الفئات المهمشة، وينبغي أن يكون هناك إطارا يتعلق أيضا بوضع حد للتضليل الإعلامي وللعنف ضد المرأة وللتحريض ولخطاب الكراهية. وإنني هنا أود أن أشير إلى الصكوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وثانيا ينبغي أن نعلم ونثقف المجتمع ونقوم بإنفاذ القوانين. هذا يتطلب موارد. أي وكالة نقوم بإنشائها ينبغي أن يتوفر لديها
أشخاص ذوي مهارات ويحصلون على أجر مناسب للقيام بدورهم. أعطي الكلمة للمتحدث التالي. شكرا جزيلا. أود أن أشير إلى بعض النقاط. أولا، إن الإنسان إذا لم يتم احترامه فلن يتم احترام حقوقه الرقمية. ينبغي أيضا أن ننقل احترام حقوق الإنسان إلى العالم الرقمي. إن الأفكار، أفكار الجميع ينبغي أن تحترم. ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل للأفكار بين جميع الأطراف. ينبغي أن ندرك أن هناك فروق بيننا وتباينات، ولكن ينبغي أن نحترم هذه الفروق ونعرف كيف يمكن أن نعمل في إطار هذه الاختلافات. ينبغي أن نركز على التعليم والتثقيف، لأننا لم نولد ولدينا قدرات تتمثل في معرفة التعاون مع الآخرين. إذن دور التعلم والتثقيف مهم للغاية في عالم الرقمنة. المتحدث التالي، أود أن أبدأ بالإشارة إلى أنني أود أن أركز على موضوع تمكين الطبقات المهمشة. هذا ينبغي أن يبدأ من خلال التعليم والتثقيف ومعرفتهم لحقوقهم، وأن يكون هناك تنمية للفضاء المدني والمجال المدني. إن منتدى حوكمة الإنترنت يركز على مجموعة من الموضوعات، ولا سيما حقوق كافة الأقليات، ولا سيما مجموعات الشواذ أيضا، ولكل مجموعة حقوق واحتياجات ينبغي أن نحترمها وألا يكون هناك أي تمييز ضد بعض المجموعات المهمشة. ينبغي أن نضع في الاعتبار بعض المشكلات البنيوية وأن ننتهج نهجا شاملا ونشرط كافة الأطراف ولا سيما القطاع الخاص. هناك بعض المتحدثين الذين ينضمون إلينا عبر الإنترنت، أعطيهم الكلمة. لقد قيل الكثير وهناك أفكار هامة تم التقدم بها. أعتقد أن موضوع التمثيل هذا مهم للغاية. ينبغي أن يكون هناك فهم مشترك لسبب وجود هذه الحواجز والعوائق أمام بعض المجموعات المهمشة. ينبغي أن يتم الاستماع إلى كافة الأصوات والآراء. إذن موضوع الشمول مهم للغاية. هذا أحد أدوات مواجهة تلك المشكلة. وينبغي أيضا أن نركز على التعليم والتثقيف وأيضا على الاستثمار في محو الأمية الرقمية. إذن ينبغي أن نتناول هذه الأمور بجدية. شكرا جزيلا. ننتقل إلى الأسئلة التالية. هل لاحظتم أن ظهور نوع من الاستعمار الرقمي، وكيف يمكن أن نمنع هذا؟ أعطي الكلمة أولا للسيد جينيو. إن
الاستعمار الرقمي هو مصطلح بدأ يكتسي أهمية كبيرة وبدأ ينتشر على مستوى الشمال والجنوب. إذن هناك رأينا أن هناك نوع من الاستغلال. رأينا أيضا ما حدث في جنوب أفريقيا. وفي نفس الوقت فإن الاستعمار الرقمي متباين، إنه يعبر عن القهر، وإن كلمة الرقمنة تتضمن نوع من الشمول للجميع. إذن البعض تحدث أيضا عن الإمبريالية الرقمية، حيث أن هناك قوة مركزية تحاول أي تسيطر على الباقين وعلى الأطراف الأخرى. على سبيل المثال، نحن سمعنا كثيرا عن ما حدث في إفريقيا فيما يتعلق بما حدث للكابل البحري الذي قطع الإنترنت عن أجزاء من إفريقيا، مما لا شك فيه أن إفريقيا يمكن أن تتنافس مع باقي الأطراف في مجال الرقمنة. السيد فيكتور سماكارون، ما هي ملاحظتك؟ في الواقع أعتقد أن هذا ليس الإطار المناسب لتناول هذا الموضوع، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك بعض الشركات التكنولوجية الكبرى التي تحاول أن تستغل بيانات الأفراد. في الشمال، في دول الشمال يتم استغلال بيانات المواطنين، ونحن في حاجة لأن ننظم هذا المجال الرقمي. وفي بعض الدول ولا سيما في الاتحاد الأوروبي هناك إطار محدد لتنظيم النظم التنظيمية للقطاع الرقمي. ينبغي أن نتعلم من بعضنا البعض ونعلم بعضنا البعض، وهناك نوع من التضافر في الجهود الذي من شأنه أن يسمع صوتنا. مما لا شك فيه أننا إذا ما رفعت صوتك وأنت من تنتمي لبلد صغير لن يسمع هذا الصوت، وبالتالي ينبغي أن نتكاتف ونعلي صوتنا جميعا. المتحدثة التالية، شكرا جزيلا مرة أخرى. مما لا شك فيه أن السلطة الرقمية لها أهميتها، وهي ينبغي أن تستند على التثقيف والتعليم. نحن أتينا هنا لكي نتعلم من بعضنا البعض. إن منتدى الحوكمة هذا ينبغي أن يعتمد على التضامن فيما بيننا في مجال الرقمي. إن الجنوب بدأ يلعب دورا هاما وبدأ يدافع عن الحقوق الرقمية وعن الحقوق الفكرية، مما لا شك فيه أن هناك منصات رقمية وأيضا تكنولوجيا رقمية ومعايير ينبغي أن نستند إليها لكي نتوصل إلى استراتيجية بديلة في مجال التحول الرقمي. مثلا دولة مثل الهند والصين يلعبون دورا رياديا في هذا المجال. إن الصين هي أحد القوى الصاعدة الرقمية من الجنوب، وهناك دولة مثل زيمبابوي التي أصبحت أحد الأطراف الذين بدأوا ينموا التكنولوجيا الرقمية. هناك أيضا الهند التي تلعب دورا هاما في المجال الرقمي،
والتحول من الأنالوج إلى الناحية الرقمية. وإيران أيضاً تلعب دوراً هاماً في هذا المجال. أهم شيء هو أن نتقاسم هذه المعلومات من خلال منتدى حوكمة الإنترنت. إن هذه الابتكارات مهمة للغاية، وينبغي أن نعمل على التعاون فيما بيننا. شكراً جزيلاً. الملاحظة الأخيرة في هذا المجال للسيد توكو ميا. السيدة توكو ميا، من مما لا شك فيه أن الاستعمار الرقمي هو من المصطلحات المنتشرة على المستوى السياسي والاقتصادي. من المهم أن نعلم أن نوعية الابتكار والتنمية المطلوبة في الجنوب تتطلب نوع من المعلومات الخاصة بكثير من التكنولوجيات التي استخدمها أوبر ونتفليكس، وأيضا تكنولوجيا يونيكورن. إذن من المهم أن نعرف ما هي الظروف المحيطة بكل دولة وخصوصياتها لكي نطبق التكنولوجيا المناسبة لها. وفيما يتعلق بالاستعمار الرقمي فهو يعتمد على البنية الأساسية وعلى المهارات التكنولوجية وعلى تنمياتها، وأيضا على إدارة هذه التكنولوجيا، وأيضا على تعزيز الابتكار، وذلك استنادا إلى المعلومات التي نحصل عليها وكيف يمكن أن نتواصل من خلال هذه العملية. شكرا جزيلا دكتور أليسن. شكرا. في الواقع المجتمع مسؤول عن المساواة في الحضور، وثمة عدم مساواة نابع عن عوامل اجتماعية وجغرافية وغيرها كما هو واضح. وهذه الأمور تقوم على توفير بيانات خاصة بالمجتمعات وكذلك حول التمييز و غيرها. ينفون غياب المساواة البنيوية هو انعدام المساواة الذي يعتبر من تبعات الاستعمار. فتطبيق مفهوم الاستعمار الرقمي وإن كان يعبر عن شكل الحوكمة إلا أنه لا يتناول هذه القضايا الفرعية على غرار الاستعمار الرقمي أو الاستعمار التاريخي الذي انتهى بعد تغييرات قانونية، ولكنه يتجلى في انعدام المساواة. ولحد الساعة لم يتم فحص موضوع الاستعمار في مجال البيانات. ينبغي أن نفحص انعدام المساواة البنيوي والأساسي في هذا المجال حتى نعكس جانبا يتجاوز حقوق الأجيال، بل نصل إلى حقوق الجيل الثالث، ليس فقط فيما يخص التطبيق القانوني. الآن تشكرها المسيرة وأعطت الكلمة لمسوبة هنيامة. أعتقد أن الاستعمار الرقمي أمر ينبغي أن نفكر فيه ونتعامل فيه، خصوصا في الفضاء الرقمي والتكنولوجي، ويتعين علينا أن
أيضا أن نفكر في مختلف أنواع الجنوب الشامل تبقى هشة في هذا الشأن، وبالتالي هذا جانب يأخذه بعين الاعتبار، وينبغي أيضا التفكير في طريقة بروز الاستعمار الرقمي وظهوره وطريقة عيش وتعامل المجتمعات مع هذا الاستعمار وما تأثيره عليها حتى نساعدها على التعامل مع هذا المشكل. هذه هي الأسئلة الأساسية التي ينبغي أن نطرحها حتى نفهم أفضل هذه الوضعية، وأعتقد أن عندنا إمكانية لتطوير استراتيجيات حتى نكافح ما نلحظه من انعدام المساواة وكذلك التأثر حرية التعبير بعض الأشخاص بذلك. الكلمة لبنجامين بريك. الكلمة لبنجامين بريك. شكرا جزيلا. أعتقد أن الرقمنة بشكل عام عندها القدرة على سد الفجوة الرقمية، ولكن عندما نتأمل أوضاع الجنوب فينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الفرص، ولكن حتى في الشمال عندنا مشاكل مع الانترنت بحكم البنيات والسياسات التي ورثناها. زرت قبل وقت قصير الهند وقد تحدثتم عن الهند لأنهم احتضنوا الرقمنة كمفهوم ولا يتوقفون عند التهديدات بل السوق والبحث عن حلول مالية واسعة النطاق. التحدي في الهند هو خصوصية البيانات واحترامها، ويعلمون أن الدرب ما زال أمامهم طويل، وبالتالي ينبغي التفكير في حلول لسد الفجوة الرقمية، وهو ما يقتضي حوارا. الحكومة الألمانية أطلقت حوارا رقميا من أجل التفكير في أنماط تنظيم وتقنين الفضاء الرقمي، والاتحاد الأوروبي بدوره يشتغل على هذا الموضوع، والجنوب الشامل بدوره قطع أشواطا. شكرا. تقول الميسرة وتطرح السؤال الموالي على نفس المتحل، هل سيساهم نقص قدرات الحكومة في توقف وتعليق الخدمات الإنترنت خلال أوقات النزاعات؟ كيف يمكننا سد هذه الفجوات في القدرات؟ إذن سأكرر السؤال، هل يساهم نقص القدرات الحكومية في إغلاق وتوقف الإنترنت خلال أوقات النزاع، وكيف يمكن سد الفجوات في القدرات؟ الكلمة للسيد بريك. إغلاق الإنترنت وتوقفه مشكل كبير، ولكن لا يجب أن لا يكون حكرا على الحكومات. منتدانا يضم عدة أطراف وأصحاب مصلحة وكلهم معنيون بضرورة ضمان استمرار خدمات الإنترنت بغض النظر عن النزاعات. وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الدولية القاتمة نوعا ما، فالحكومات لا يجب أن تكون بمفردها المسؤول عن الإنترنت ومن يمكنه منح الحق في الوصول إليها. أعطي الكلمة لمونيكا لتجيب على هذا السؤال. السيدة مونيكا، أنا متفقة مع زميل فيما يخص ضمان الوصول الحر إلى الإنترنت في كل وقت، ولكن ينبغي كذلك الحرص على التوازن بين حقوق السكان الرقمية وأيضا حقوق السكان في السلام. انقطاع الإنترنت خلال الأزمات قد يكون محاولة من الحكومات من أجل تقليص النفاذ إليها واستعمالها من أجل تفادي التضاليل الإعلامي ونشر الأخبار المزيدة، وبالتالي نحتاج إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية من أجل التعامل مع هذه المنصات خلال أزمنة الأزمات، ونحتاج إلى سياسات وتشريعات في هذا الباب. كذلك نرى أيضا أن الحقوق الرقمية لا يجب أن تؤدي إلى انتهاك حقوق الأشخاص. الحقوق الرقمية لا يجب أن تستعمل بشكل غير مشروع حتى تضر بحقوق الآخرين في الحماية. وخلاصة القول هو أن وظيفة الدولة هي حماية المواطنين من العنف غير المبررة، والدولة ينبغي أن تكفل الأمن وحماية الملكية الخاصة في جميع
أشكالها وأن تمنع الإفلات من العقال. شكرا. الكلمة الآن للميسرة التي تسأل من جديد وتعطي الكلمة لتوكو ميا. نتحدث عن موضوع الإنترنت وتداعيات إغلاقها وأيضا تأثير ذلك على بعض الفئات. بالنسبة لنا في هذا المجال يتعين علينا أن نتعامل مع أصحاب القرار السياسي ومع النشطاء ومع كل أصحاب المصلحة. ينبغي أن نتباحث معهم وأن نسمع أصواتنا ضد انقطاع الإنترنت حتى نضمن النفاذ إلى الإنترنت والارتباط بالإنترنت كحق من حقوق الإنسان. وبالتالي من الواجب في هذا المستوى أن نتجنب ونتفادى انقطاع الإنترنت في سياق الإفريقي. يحدث هذا الأمر بشكل مستمر في مجموعة من البلدان، ومن المهم أن نشتغل على هذه المسألة. مؤخرا في إثيوبيا تم التوقيع على اتفاق سلام، و ذلك حتى يتم ضمان الاتصال بالإنترنت للجميع. الآن الميسرة أعطت الكلمة لسيد شنايدر. عندما نتحدث عن انقطاع الإنترنت وتوقفه، يجب أن نعرف الأسباب. هل يتعلق الأمر بمشاكل فنية أو بمشكلة موارد، أو أن الحكومة تترغب في إخفاء شيء ما على غرار أعمال عنف، والحل الوحيد الذي يكون أمامه هو وقف الإنترنت؟ في بعض الأحيان يسير الإنترنت بطيئا لأن الحكومة تترغب في تفادي الانتقادات، وهذا الأمر غير مقبول. وتم حالات أخرى يتم فيها توقيف الإنترنت عند مكافحة المضامين غير القانونية من قبيل التحريض على العنف والكراهية. وبالتالي نحتاج إلى تشريعات ومعايير لحفظ حرية التعبير وكذلك منع المضامين غير القانونية. وينبغي أن نستعين بهذه المعايير لحماية منصات شبكات التواصل الاجتماعي، وأن نحدد المسؤوليات، مسؤوليات الحكومة والمواطنين بدورهم. فنحن لا نريد لا أن تقول لنا الحكومات ولا الشركات الكبرى ما هو الصحيح وما هو الغلط، بل ينبغي الاتفاق على هذه الأمور داخل المجتمع وفقا لتصورها للواقع، لا أن يقرر ذلك الحكومات أو القطاع الخاص. شكرا جزيلا تقول الميسرة وتعطي الكلمة للمتحدث الموالي. شكرا جزيلا. حسب ما قيل من قبل، من المهم أن نفهم لماذا يتم توقيف وإغلاق هذه الخدمات. في بعض الأحيان أنجزت دراسات وتبين أن الأسباب تكون مرتبطة بأعمال عنف أو بانقلابات عسكرية أو غيرها من الأسباب. ثم أيضا مشكل القدرات. شكرا تقول الميسرة وتعطي الكلمة للمحاضرة الموالية وهي السيدة إيريني خان. شكرا جزيلا. هناك أيضا تقول السيدة إيرين خان مسألة القدرات الفنية، ولكن أهم هذه الحالات ليست متصلة بالقدرات. يكون لتوقيف الإنترنت آثار كارثية على حياة الناس، وفي أزمنة الأزمات سيكون هذا الأمر كارثية بالنسبة للناس. الحكومات يدعون أنهم يغلقون الإنترنت لأسباب متصلة بالاسم الوطني أو من أجل تفادي التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة، وأيضا خطابات الكراهية. وهذه أسباب لا تبرر في حال من الأحيان إغلاق الإنترنت وتوقيف، لأن هذه الأعمال تتزايد عندما يتوقف الإنترنت غير انتهاكات حقوق الإنسان التي تتفاقم عندما لا يوجد صحفيون قادرون على نشر أخبار هذه الانتهاكات. وبالتالي أعتقد أن مزايا
توقيف وإغلاق الإنترنت قليلة مقارنة مع مزاياها، وبالتالي حقوق الإنسان كلها وهيئات حقوق الإنسان ترفض وتمنع وتحظر إغلاق الإنترنت. تمت أشكال أخرى لتسوية هذه المشاكل وحلها دون إغلاق الإنترنت، لأن إغلاق الإنترنت يزيد من حدة الفجوة الرقمية في نهاية المطاف. الكلمة للمتحدث الموالي. أود أن أتناول الكلمة من وجهة نظر ثقافية بخصوص استخدام ما تعطيه لنا الرقمنة كأداة، بغض النظر عن الإدارة أو الحوكمة في أي مجال. عدم وجود تصور ثقافي يجعل من سوء الاستخدام أداة لتدبير الأزمة. عندما يجد الإنسان نفسه في أزمة يبحث في ملكاته الذهنية والاجتماعية، وعدم تملك القدرات الرقمية داخل المجتمعات يزيد من صعوبة تدبير الأزمات. لذلك التعليم والتكوين والتثقيف في هذا المجال سيسمح لنا أن نتجاوز الأزمات وأن نعرف من يدير الأزمة طريقة تسيير هذه العملية. ونحن ننادي بتوافر رؤية يساهم فيها أصحاب مصلحة كلهم بناء على الوقائع ذات الصلة باستخدام الأدوات الرقمية. شكرا جزيلا سيدي، وبعد إذنكم أود أن نعود إلى مداخلة رقمية ونعطي الكلمة للسيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة الإنسان. عذرا، ولكن الصوت لا يصل إلى مقصورة الترجمة. سنتوقف إلى أن يصل الصوت إلى مقصورة الترجمة. عذرا. حقوق الإنسان تسمح لنا بالتعبير عن إنسانيتنا. المعلومات والتكنولوجيات غيرت بشكل راديكالي قدراتنا في مجال التواصل مع الآخر، ونلاحظ أيضا وجود فجوات في النظام الحالي. 22% من استخدام الإنترنت يتم في البلدان ذات الدخل المنخفض، وعكس ما يحدث في الدول ذات الدخل المرتفع. الفجوة ذات صلة أيضا بالنوع أو كان الإقامة الجغرافية تزيد من تفاقم الأوضاع. تم 2.9 مليار شخص خارج الإنترنت ويحرمون من المعلومات الأساسية في جميع المجالات بسبب مجموعة من الأسباب. وتم أيضا حالات يتم فيها إغلاق الإنترنت بين سنة 2016 و2021. الهاشتاغ Keep It On Coalition ذكر وجود انقطاعات بعدد 931 قطاع في 74 بلدا، وهذا انقطاعات لا تمس حقوق الإنسان فقط بل أيضا الصحة والتجارة والتعليم، وتحدث بشكل كبير في أوقات المظاهرات أو الانتخابات، مما يحرم الناس من التواصل فيما بينهم. الحكامة الرشيدة أمر بالغ الأهمية. أضف إلى ذلك أهمية
إذا التهديدات التي تحوم وتحيط بقدرات الناس على إسماع أصواتهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بآراء منتقدة، وأيضا عبر عدم معاقبة التضليل الإعلامي، ناهيك عن اختراقات الخصوصية عبر حملات عبر الإنترنت، وأيضا عبر حملات تحث وتحرض على الكراهية والعنف والتمييز، وعلى الدول أن تحرص على محاربة هذه الظواهر، وأن تحرص على أن يكون الفضاء الرقمي مفتوحا وحرا وآمنا وشاملا. و في الجنوب الشامل ينبغي الاشتغال على تعزيز القدرات بما في ذلك القدرات اللغوية، مما سيمكن التواصل أكثر مع المجتمعات. يتعين علينا أن نيسر هذه العلاقات ونمكن الأشخاص حتى يقوموا ببناء عالمهم الرقمي بأنفسهم، وينبغي كذلك دعم الأنظمة الحيوية المحلية وتعزيز الشفافية على مستوى الشركات والحكومات. إنه أمور أساسية حتى نتمكن من تناول موضوع الفضاء الرقمي في إطار التزام شامل يزيد من الثقة، عبر لا يجد التمييز والعنف أي مكان له، وحتى يحصل المجتمعات القدرات على التعبير دون خوف من الانتقام. ونتمنى أن تكون سنة 2024 سنة مناسبة لنشتغل سويا من أجل النهوض بحقوق الإنسان، من أجل بناء خطاب موحد قادر على مساعدتنا على مواجهة التحديات القائمة وحماية جميع الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي. حضرات سيدة والسادة، القيمة المفاجئة للإنترنت تكمن في قدرتها على تقديم وأيضا الوفاء بالتزامها الذي ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 سنة. كل الناس لهم الحق في البحث وفي الحصول وفي إعطاء معلومات وأفكار عبر أي وسائل بغض النظر عن الحدود، وبالتالي فعندنا فرصة لنربط ونصل المجتمع الإنساني وننتهز هذه الفرصة. نعم للسيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فهو قد تحدث ببساطة وأضاف بعض الأفكار إلى مسألة التي أثرناها اليوم حول حقوق الإنسان. السيدة والسادة، السادة المتحدثون حاول التركيز والتدبر في الإطار العمل الأساسي الذي يمكن أن يؤسس في مع وضع في الاعتبار تنوع هياكل الأحكام والهويات الفردية لمعالجة ما يتصل بقضية الحقوق الرقمية. والآن نحن نتوجه نحو المحادثة هنا، فإذا ما فكرنا لمدة 90 ثانية بشكل سريع، فلدي الشرف لأن أعطي الجميع كل فرد بعض اللحظات لإعطاء أفكار. أود أولا توفيرا للوقت وأن نركز على أن بعض الأعمال التي نفعلها كشركة خاصة أفريقية، شركة أعمال في أفريقيا، في الواقع أننا نعمل على أن نكفل الحصول المتساوي للإنترنت والدخول المتساوي والحقوق الرقمية، وكذلك التقرير الذي قلت عليه حالة أنظمة حالة السادات الشاملة لأفريقيا والعمل المتكافل بالإضافة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وهو أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن الجنوب العالمي يعمل على تعزيز المنافسة حتى وإن كان هذا أمر معقد. نحن هنا في على سبيل المثال في مجال كوب 27 أو 27، أننا
أننا يجب أن أرى بعض العقبات التي تعترض على الطريق، وهناك مطالب بتصاعد الحرب الباردة الرقمية، ويجب أن نكون على وعي بذلك. وقد أدركت أن الابتكار لا يمكن أن يعمل أن يكون عبارة عن توليفة من المواد والأفكار من الجنوب والشرق والغرب، بل ببساطة هو تبسيط ببساطة، وأن يكون شاملا لجميع الفضاءات الرقمية. شكرا بالنسبة لهذا المنتدى وانفتاحه. فمن المهم لجميع المشاركين على الإنترنت وهؤلاء الذين يشاركون عن طريقها، فمن المهم نحن أولا في هذا المنتدى أن نلتزم بأن نكون أطراف مشاركة، وأن نلتزم بالانفتاح والشفافية، وكذلك ليس فقط من أجل التقدم إلى الأمام، ولكن كذلك أن يكون هناك نوعا من التعاون الرقمي لكي يكون أكثر قدرة على التشغيل، وأن يكون أكثر انفتاحا للوصول إليه على عن طريق الإنترنت، ويكون بأسعار معقولة. أن نعمل على حماية حقوق المستخدمين على هذه المنصات، وبالطبع حمايتهم من الأخطار التي قد تنشأ في طريق تعاملهم على الإنترنت. السيدة شيفاني سابا فانسيا، أشكركم وأعطيك بعد الوقت لإبداء الملاحظات. شكرا جزيلا، أنني أعرب عن تقديري التام لتواجدي هنا مع السادة المتحدثين، ولكي أؤكد مرة أخرى التزامتنا بالشفافية للذكاء الاصطناعي، وكذلك للجامعات المهمشة والتفكير فيهم والإدماج والتنوع. وكما ذكر زملائي، هذه المناقشة مهمة للغاية، وسنتواجد دائما هنا معكم من أجلكم. شكرا جزيلا للسيدة منسوبة. السيدة آيرين، شكرا جزيلا. أعتقد أن هناك الكثير مما ناقشناه وفيما بيننا الذي نتفق عليه هنا، فهذا أمر رائع كأطراف أصحاب مصلحة في هذا المنتدى أن نتفق ونسير إلى الإمام. وأعتقد أنه من الأهمية بمكاني أيضا أن يكون هناك تقدم من ملموس في أن نقيس التقدم الملموس، وأن لا يكون هذا مجرد مكان لطيف للحوار فقط ونتفق عليه، ولكن يجب أن نعمل على حل المشكلات. والتكنولوجيا الرقمية لابد أن يكون لها كمان، أنني أكون بالنسبة للشمال والجنوب نكفل حرية الإنترنت والحقوق الرقمية. هذه المسألة ليست شمال وجنوب، ولكنها الانفتاح والديمقراطية وإثار الغير، هذه هو الخط الأساسي في مقابل السلطوية والدكتاتورية. شكرا جزيلا. شكرا. أن التحدي الكبير هو أننا نتحرك ونصل إلى أبعد من مجرد التفكير في الحقوق، وأن نتحرك نحو النظر في الحوكمة لهذه القضايا الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وأعتقد أن بحق بأننا يجب أن نتعامل مع الحوكمة بهذا الأسلوب، وإذا هذا كان يمكن أن يحدث من خلال الأطر الثنائية والتعاون الثنائي، وسوف يكون هناك إلا سيكون هناك توزيع غير عادل للأضرام والفرص على المستوى الوطني عند تقديم الخدمات والمساواة في العالم الرقمي للجميع. شكرا. شكرا للجميع. الميكروفون للمتحدث. أننا هنا الحقوق الإنسانية العالمية في كل المناطق العالم بالإضاءة أنها تساعدنا كوكالة على وتنفيذ حقوق الإنسان في المناطق الرقمية، وإن كنا كمجتمع عالمي مش مكون من ليس فقط شمال وجمود نفعل هذا كأطراف أصحاب مصلحة بحق. وشكرا لأثيوبيا. شكرا. أود أن أشكر السادة المنظمين وأثيوبيا على هذه المنصة وعلى السادة الزملاء المتحدثين. أعتقد أن الحكومة مع أصحاب المصلحة متعددي الأطراف سيمكن أن يسهموا في
خلق بيئة مواتية للحقوق الرقمية ويجعلها تنمو وتزدهر. فمن المهم أن نضع إطار تشريعي للحقوق الرقمية والوصول إلى الإنترنت واستخدام الجميع، فهذا أمر مهم. لابد وأن يكون هناك سياسات قوية للتواصل عبر الإنترنت، وكذلك أن يكون هناك تشريعا لمنع الجريمة السيبرانية. أرجو أن نضع في الاعتبار أننا الآن نعمل على نطاق غير مسبوق من قبل، فأننا قد حققنا أكثر من 5 مليارات شخص يستخدمون، وكنا نتحدث عن 5 مليارات شخص و3 مليار آخرين يستخدمون الإنترنت. ثانياً، فنضع الاعتبار المسؤولية الشخصية والمؤسسية والمساءلة، وهي أمر مهم بالنسبة للحفاظ على حقوق الإنسان. شكراً جزيلاً على هذه الأفكار العظيمة لسيادتك. من جانبي، حينما نتحدث ونبحث عن حلول فيما يخص التحديات التي نواجهها، فحقوق الإنسان يجب أن تكون هي أحد الإرشادات الموجهة لنا. ثانياً، فإنه من الحتمية أن نتوصل إلى فهم مشترك لكيفية ترجمة القانون الدولي بشأن التكنولوجيا الحديثة. وأعتقد ثالثاً أن هناك تحدي كبير، وهو تحدي منتدى الحوكمة الإنترنت والمستوى ورفيع والمتحدثين رفيع المستوى. أننا هنا نعمل تحت قيادة فينت ونريد ويجب أن نلتزم بهذا. وأخيراً، يجب أن نعمل على تعزيز وتقوية قوتنا وأن نستخدم القوى الدولية في هذا الصدد. بالنسبة لي اليوم، أن يكون هناك وعي عالمي، ورغم كل المشكلات والتحديات والحروب، فأننا لازلت واصل الإيمان بي والالتزام بهذا. أيا كانت هناك المشكلات، فحقوق معايير حقوق الإنسان هي الموجه لنا للأمام. وأود أن أردد ما قاله توماس منذ قليل، كل تلك المشكلات التي نراها في هذا السياق والعمل مع باحترام متبادل وكذلك تكيف متبادل لكي ندفع بالتعاون الرقمي قدما. لا يمكن أن أقول أفضل من هذا. شكراً لسيادتك السيد لوسيو. أود أتحدث هنا عن الانقسام الرقمي. أن الفرد في العهد الرقمي، الجميع يشارك في هذه العهد. فمن المهم أن نضع في الاعتبار أن الحقوق الرقمية لابد وأن تكون شاملة، وكذلك أن تشمل حقوق الإنسان في العهد الرقمي أو العصر الرقمي. شكراً جزيلاً في هذا العالم الرقمي. وهذا ففي النهاية، فإننا كي نعيش في سلام وبتضامن، وأن يكون هناك تنافس عادل ونقفل الأشكال التنافس غير العادلة الأخرى، فيجب أن نجلس معا ونناقش معا ونتفق على القيم المشاركة ومناقشة القواعد وكيفية التعامل مع بعضنا البعض لتنفيذ تلك القيم. ويسعدني أن هذا المنتدى هو منتدى هام يعكس كل ما يمكن أن نقوله هنا فيما يخص Global Digital Compact. أن كذلك أنا أود أن أشكر السادة المشاركين في هذه الحلقة من المتحدثين، فالأمر يتعلق بمسؤوليتنا ومساءلتنا واحترام نزاهة الكرامة الإنسانية فيما بيننا والجنس البشري فيما بيننا، وأننا هنا نتفق على أن حقوق الإنسان لابد وأن يتم النظر فيها من أجل حشد الجهود، وهذا هو الوقت وللغرض الحالي، وقد حان الوقت للتدخل لمواجهة أي كوارث مقبلة. وكذلك
هذا الوقت قد حان لكي نجتمع معنا وأن نسهم بالمداخلة الصحيحة، وأننا كذلك نتسم جميعا بالديمقراطية الرقمية والقيم ونسهم في هذا، وكيف أننا يجب أن نضع الأسس هو للجيل الحالي الذي يجب أن يقرر بشأن هذا الأمر. فعلينا جميعا أن نسهم بمساهمتنا لكي نسهم مساهمات عظيمة. وبهذه الدعوة أعتقد أنه بموافقة هذه الكوكبة من المتحدثين أن أشكر حكومة إثيوبيا وكذلك منتدى IGF 2022 والأمم المتحدة وجنيف وكل المشاركين في هذا المنتدى الهام، وكل من شارك بكل دقيقة في هذا المنتدى وبخبرتهم ونظرتهم الثاقبة. أشكركم ودعوني تقوى أن 990 ثانية ليست وقتا طويلا، وأشكركم على هذه المساهمات العظيمة، وأشكر السادة الأعضاء والجمهور، وشكرا جزيلا على هذا الوقت الجيد. وأود أن أعطي الميكروفون، فإنني أترك الميكروفون وأعلن غلق هذه الجلسة. شكرا جزيلا.